قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ونحن معه، فلما رفع رأسه من الركعة الآخرة قال لعن الله لحيانا ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. ثم وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، فلما انصرف قرأ على الناس فقال يا أيها الناس إني أنا لست قلته ولكن الله عز وجل قاله. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفف عن أبيه خفف بن إيماء بن رحضة الغفاري قال ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ثم رفع رأسه فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. اللهم لعن بني لحيان، اللهم لعن رعلا وذكوانا. ثم كبر ووقع ساجدا. قال خفف فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عن افتراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه اليسرى في وسط الصلاة وفي آخرها وقعوده على واركه اليسرى ووضعه يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصبه قدمه اليمنى ووضعه يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصبه أصبعه السبابة يوحد بها ربه عز وجل. عمران بن أبي أنس أخو بني عامر بن لؤي وكان ثقة عن أبي القاسم مقسمين مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل قال حدثني رجل من أهل المدينة قال صليت في مسجد بني غفار فلما جلست في صلاة افترشت فخذي اليسرى ونصبت السبابة قال فرآني خفف بن إيماء بن رحضة الغفاري وكان له صحبة صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصنع ذلك. قال فلما انصرفت من صلاتي قال لي أي بني لم نصبت إصبعك هكذا؟ قال وما تنكر رأيت الناس يصنعون ذلك؟ قال فإنك أصبت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يصنع ذلك، فكان المشركون يقولون إنما يصنع هذا محمد بإصبعه يسحرها وكذبوا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك يوحد بها ربه عز وجل.